التأييد فريق الكرامة المؤلف من أخ محرز والأخت هالة، وفي معارضة هذه المقولة لدينا فريق قرطاج المؤلف من الأختين سعاد وطه. والآن سنبدأ هذه المناظرة مع تذكير بعض القواعد العامة بسرعة للجميع. سوف تكون الخطابات على التوالي، المتحدث الأول 6 دقائق من التأييد ثم المعارضة 6 دقائق، ثم الثاني من التأييد 6 دقائق ثم 6 دقائق للمعارضة، ثم في الخطاب الختامي الثالث يكون تعود الكلمة للمتحدث الأولى من الفريق المعارض ب5 دقائق، ثم 5 دقائق للتأييد في الأخير للمؤيد الأول. وسيكون في الـ4 خطابات الأولى للمؤيد الأول والثاني هناك نقاط معلومة بين الدقيقة الثانية، من الدقيقة الثانية للدقيقة الخامسة، أي بعد الدقيقة الأولى المحمية، الدقيقة الأخيرة محمية، لكن بينهما في الـ4 دقائق هناك نقاط معلومة يمكن للفريق المنافس أن يصيبها. ويمكننا الآن أن نطرق إن لم تكن هناك أسئلة من المناضلين حول أي من القواعد. السادة الحضور ممثل الفريق المعارض، احنا قبل كل شيء حبينا ان نؤكد ان هذا القرار الذي اتخذه المجلس حول منع اطباء المستشفيات العموميه في مزاوله العمل في القطاع الخاص كان بعد القيام بدراسة كبيرة ودراسة معمقة، استشرنا فيه العديد من الأطراف الاجتماعية وكافة المتداخلين في القطاع الصحي، وأكيد كانت عندنا العديد من الاعتبارات والعديد من الحجج في هذا المجال، وإن شاء الله يكون لنا المجال باش نقدموا هالحجج هذه في كنف الشفافية والوضوح، على الأقل باش يوصل الفكرة وتوصل الرسالة اللي حابه توصلها الحكومة أو الفريق المؤيد. أولاً نلاحظوا لو كان نشوفوا تو في المستشفيات العمومية عندنا نقص كبير برشا، يعني ما كانش نمكنوا الأطباء في القطاع العام باش يمارسوا المهام بتاعهم في القطاع الخاص ولو يعني بصفة جزئية أو ساعات محدودة، لاحظنا أن فما تفقير للمستشفيات نتاعنا من الإطار الطبي، يعني اليوم وقت الطبيب باش يمشي للكلينيك باش يعمل عملية ولا بيعمل تدخل جراحي لمدة ساعة ولا ساعتين ويرجع العشرة متاع الصباح، وما بين العملية تجد تتجاوزه 6 ولا 7 ساعات على حساب شكون؟ على حساب المرضى وعلى حساب العباد اللي عايش. احنا نعرف خاصة بعض الاختصاصات الموجودين في تونس كما أمراض السرطان في صلاح زيز ولا صار ولا الأصاب يوم المستشفيات الوطنية، عباد تقعد ب6 شهور باش تجي لتونس ونهار تجي ما يلقاش السيد الطبيب على خاطر مشى يعرف في عملية في الكلينيك. دونك السبب الأولاني في اعتقادنا هو تشتيت الفكرة نتاع الطبيب وتفقيرها من الإطار الطبي. اثنين، وهذا لاحظناه وهذا مهم جدا في اعتقادنا، اللي أصبحت الآن الشبكات تحاول تحويل وجهة المرضى من القطاع العام نحو المستشفيات باعتبار ان الطبيب يداوي في المساحه الفلانيه والطبيب عنده نشاط تكميلي في المساحه الفلانيه، اصبحت هناك شبكات تجي للمريض هاي باش تاخذ موعد بعد 5 شهور او 6 اشهر ولا كذا، ينجموا في 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 ظرف اسبوع او اسبوعين يمشي للمساحه الفلانيه اللي زاوا فيها الطبيب اللي زاوا فيها الطبيب النشاط نتاعو يعمل العمليه نتاعو، لكن بمقابل علاش شنو باش ادي العمليه هذيا؟ يعني مش كاين ولاد على نوع من الطبقيه اللي عنده فلوس اليوم ينجم يمشي للمستشفى اللي فيه اللي يمشي للمساحه اللي فيها الطبيب نتاع المستشفى يداوي، واللي ما عندوش فلوس يعني يبقى يستنى ب6 شهور ب8 شهور ويستنى الطبيب حتى ينجم باش يرضى عليه وقتاش باش يعاون. احنا في اعتقادنا اليوم لابد من القطع مع الممارسات هذه، القطاع العمومي هو ملك الشعب التونسي الكل ما فيهش استثناءات، لابد باش نضربوا على المبدا الطبقيه والفوارق الاجتماعيه. احنا المستشفى العمومي شكون يمشي له اليوم؟ يمشي له الوطن الكويتي يمشي له الزوالي. احنا حتى الصندوق الوطني للتامين على المرض في الدراسه الاخيره نتاعو بين اللي اكثر من 80% و70% من اللي عندهم المنظومه العلاجيه هي منظومه المستشفيات العموميه، اليوم ما نجموش يعني الاطباء نتاع القطاع العمومي يخليونا المستشفيات نتاعنا ويمشيو للمستشفيات الخاصه بدعوه اللي فما نشاط تكميلي. نحب ناكد على نقطه فقط اللي
راه الطبيب وقت دخل القطاع العام هو كان اختيار وكان موافقه منه، يعني كان في اول انتداب نتاعو كان ينجم يدخل القطاع العام كما كان ينجم يختار القطاع الخاص. اكد في الاخير على ملاحظه هامه جدا، هو يبقى مهنه الطب هي مهنه انسانيه وهي مهنه مقدسه تبعد على كل ما هو مادي، وعندنا امثله في التاريخ وعندنا امثله في تاريخنا المعاصر، يعني لحد الان الاطباء يعني قدموا المثل وخدموا في الارياف ومشاوا للقرى وعلى حساب صحتهم وعلى حساب يعني اموالهم. احنا نذكر البشير حمزه اللي توها مستشفى الاطفال يعني متسمي عليه، نذكر محمد القصار اللي هو تو المستشفى متسمي عليه، نذكر الدكتور البرزوقي اللي هو كان ولا رئيس تاع الجمهوريه اللي اعطى مثال يعني كان يداوي في المستشفى الكل ومشى يعني للقرى والارياف وداوى بلاش. انا نعتقد اليوم اللي القطاع الطبي مهنه الاطباء لابد باش تكون تبقى تحافظ على الجانب المادي نتاعها في كل مره لو كانت تتعلق بها الجوانب الماديه اكيد باش تمس القيمه نتاعها ويضر فيها المواطن الزوالي. اليوم الحكومه اليوم الفريق المؤيد للحكومه احنا نحاولوا باش ندافعوا على الطبقه الفقيره، نحاولوا ندافعوا على الطبقات المهمشه في المجتمع اللي لابد باش تلقى حظها في التعليم ولابد باش تلقى حظها في القطاع الصحي اللي نعتبروه اولويات المواطن اليوم هي صحته. هذا في اعتقادي اللي حاولنا نقدمه لكم في المداخله الاولى، وشكرا للجميع. فريق الموالات بعد هذا التدخل على هو يفيدنا في مناقشتنا هذه ان نعود لنفكر في اي مناخ تم وضع هذا القانون، قانون النشاط التكميلي الخاص، تم وضعه في اول التسعينيات للحفاظ على كفاءاتنا داخل مستشفياتنا العموميه، لانهم لاحظوا ان امام تنامي القطاع الخاص او تنامي افق اخرى لتشغيل الاطباء قد استفرغ المستشفى الطبي من كفاءاته، فكان النشاط التكميلي الخاص كان هو الحل اللي حبوا يوجدوه. اذا اردت ان ابين هنا ان نتحدث عن النشاط التكميلي الخاص بحد ذاته، لان ما تم ذكره هو مشكور لطريق فريق الموالاه هو التجاوزات التي تصير اذا ما لم يتم تكريس هذا الامر طبقا للشروط والكيفيات المبينه في التراتيب الجانبيه العامه. اذا نحن معناتها ما نأيدوش المنع. لماذا؟ لان هناك مزايا في هذا القانون، اولها نعاود نرجو لها هي الحفاظ على كفاءاتنا داخل المستشفيات، نعرف المستشفيات في حاجه لهم لانه نعم. فقط للمزيد من التفاعل يعني مع سيادتكم، هو تذكر النشاط التكميلي الخاص يعني القانون اللي هو يتم في المستشفيات العموميه ما يتمش في المساحات الخاصه، وثانيا النشاط التكميلي الخاص ما يتمش داخل اوقات العمل للطبيب، يعني يتم خارج اوقات عمل الطبيب، يعني لابد المحافظه على عمل الطبيب داخل المستشفى يعطي حق المريض ويعطي حق المهنه نتاعه. هذا يعني هو الامر يحدد الخدمه هذه راهو يحددها في اطر معينه، انه راهو الطبيب ما عندوش الحق انه باش يعمل الخدمه هذه الا مرتين في الجمعه ابتداء المقيسه نتاع العشيه اللي هي الحاجه الاولى، دونك ما فماش انترفيرونس، ما فماش معناتها تشابك مع دوره هو كمؤطر للاطباء الجدد. والحاجه الثانيه انه في المستشفيات صحيح، لكن فما معناتها فما دي سبيسياليتي اللي لازم يمشي يعملهم في المساحات الخاصه، ولهنا يمكن هو اللي قاعدين نحكيو عليها. الحفاظ عليهم معناتها الكفاءات هذه علاش مهم؟ على خاطر هما اللي باش يعطونا الطبيب المستقبل، هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه النشاط التكميلي الخاص جاء كحل للمشكله لكون المستشفى العمومي هو عاجز على تدعيم الدخل اللي باش يعطيه للكفاءات هذه، ساشك الكفاءات هذه راهو لازم بعد 5 سنين من تولي اساتذه مبرزه في المستشفيات نتاعنا معناتها نخلطوا المستوى علمي متطور ومتقدم جدا، دونك من الشرعي انهم يخلصوا معناتها يخموا في المدخول نتاعهم، وزاد فما افق اخرى تستهويهم تمكنهم من ظروف ممارسه الطب نتاعهم في اعلى المقاييس. دونك هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو كسب الخبرات في المساحات الخاصه، كيف ذلك؟ انه لابي سي او المزاوله في المساحات الخاصه سوف تمنح هذه الكفاءات الفرصه معناتها الاغتنام الفرصه بالخدمه على
معناتها الموارد اللوجستيه المقدمه توفرها المصحات اللي عجزت المستشفيات العموميه ان توفر هنا. دونك الحاجه زاد الثانيه اللي كانوا النشاط التكميلي الخاص هو المستفيد منه المستشفى، كيف ذلك من المداخيل الاضافيه. دونك نعرفوا برشا اللي كانوا المداخيل المستشفى تجي اولا 37% من المنتفع الاول اللي هو المريض، ومن بعد يجي الكنام صندوق التامين على المرض بنسبه 34%. ونعرفوا الكنام يكون دورها في تراجع في العجز اللي انتشر في الايامات 2014 عجز نتاعها 330 مليون دينار. دونك هذا امام تفاقم ظاهره البطاله، وكذلك المنخرطين هو العامله اكثر من نصفها مش منخرط في الصندوق هذايا. دونك باش نعدلوا المعادله هذه يمكن انه النشاط التكميلي الخاص ينجم يدفع معناتها يعطينا شويه اكيليبر في الحكايه هذه. دونك الحاجه الثانيه يمكن هي غريبه شويه لكن الايجابيه اللي نمشيو نخمو فيها مع بعضنا هو انه ضمان توجد كفاءات طبيه ذات مستوى علمي متقدم في مساحاتنا الخاصه من شان ان يخدم السياحه الطبيه لبلادنا. هذا ما يخفيش علينا، نعرفوا اللي كون السياحه الطبيه يتوفد علينا 500,000 مريض كل عام، مما يولد عائدات قيمتها وصلت 2013 الى مليون دينار من العمله الصعبه. دونك هذا يمثل كذلك يمثل هذا التصدير الطبي 36% من نشاط المستشفيات. والحجه الاولى كي نسالوا المريض السائح علاش جاي لتونس يقول لنا راني جيت لتونس على خاطر نبدا نبني على سلامتي وعلى صحتي، على خاطر فما كفاءات عاليه هي الباسو شارجي باش تاخوني باش تكفل بيا. والحجه الثانيه زاد ما نخفاش عليها اللي كونه باش يجمع بين العلاج والسياحه نظرا لظروف النقاهه والترفيه الموجوده في بلادنا العزيزه. ونعرفوا السياحه الطبيه هذه وراها وكالات تصدير سياحي، دونك قداش باش تخلق من طاقه شديده وباش تحل من مشاكل في سوق الشغل. دونك ونعرفوا اللي كونه السياحه الطبيه حسب ما ورد في جريده اوكسفورد ايكونومكس مؤخرا هي في تناني متزايد في السنوات الاخيره، نمو عائداتها بشهر بنسبة 25% في السنة، أو يعني خلال 10 سنوات القادمة إن شاء الله باش حسب ما دونك 25% في السنة خلال 10 سنوات. معناتها من المهم أن نسلطوا الضوء على هذا خاطر لاغيمون فور. الحجة الأولى بتاعنا هي كفاءتنا، دونك إذا كان كفاءتنا نوجدوهم زادة في السبيطارات يكون حجة أنه باش نقعدوا في مستوى المنافسة اللي محتم علينا في المنطقة بتاعنا وفي العالم الكل. نعرفوا اللي كان المنطقة بتاعنا ترجت بعدم استقرار في اللي صار في العوامل الأخرى، وفما المغرب هي قاعدة تستغل في استقرارها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي تحب تاخذ لنا بلاصتنا. نعرفوا بتونس هي المصدر الأول للخدمات الصحية في المنطقة بتاعنا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونعرفوا زادة اللي كوني في بارمي لي في العالم. دونك إذا كان نحبوا نحافظوا على المستوى هذا من المنافسة لازمنا نخدموا الأرجيمون هذايا بتاعنا. شكرا. شكرا سيدي رئيس الجلسة، السادة الحضور، فريق المعارض، نشكر زميلي على المداخلة اللي قدم بها الموضوع وعلاش احنا معارضين للفكرة تاع ممارسة الأطباء العموميين في القطاع الخاص. أنا ممكن نحب نبدا مداخلتي شوية باش نعلق على الفريق المعارض اللي هي تحكي على السياحة الطبية، هل هي مدى أهميتها يعني بالنسبة للبلاد؟ هذا أنا نسألها شنو هي مصلحة المواطن التونسي وقت اللي الأطباء الاختصاص اللي المفروض يكونوا متواجدين هما في المستشفيات يكونوا يزاولوا عملهم أكثر في المستشفيات الخاصة في المصحات الخاصة. ما تراوش اللي هنا نقص معناتها يعني ذوي الاختصاص بشكل متواجدين في المستشفيات، ونشوف مصلحه التوانسه اكبر بشوفوا الاطار اللي ابعد اللي اوسع شويه. هنا حبيت نتاكد على النقطه اللي هي وقت اللي النشاط التكميلي الخاص هذايا اللي كما قال زميلي اللي هو يعني يسمح للاطباء كونهم ينشطوا في صلب المستشفيات العامه يومين في الاسبوع يكون عندهم زيارات خاصه يعني. ما نراوش احنا نشوفوا اللي هنا ثم امكانيات استغلال موارد المرفق العام، واحنا نلاحظوا توا في مستشفياتنا اللي الاطباء هذوما اللي هما رؤساء اقسام واطباء مختصين معناتها
في القطاع الخاص، ولو يركزوا اكثر على العيادات الخارجيه نتاعهم في المستشفيات العموميه. دونك هنا احنا نراو اللي هو هذايا يرهق الكيان المرفق العام اللي هو المفروض يكون خاصه معناتها يعني مخصص للمواطنين اللي هما من اولاد المستشفيات العامه. لذلك وهذا ما يؤدي الى انخراط معناتها يعني حتى الاطار الشبه الطبي يولي مسخر لهذه العيادات الخارجيه اللي يقوم بها المختصين. حاجه اخرى راوها اللي هي ماهيش في صالح الاطباء الجدد الشباب اللي هما وقت اللي الاطباء ذوي الاختصاص اللي هما رؤساء اقسام ومعروفين يعني في المستشفيات بتاعنا يقوموا بهالعيادات الخارجيه، والا زاد يخرجوا للمستشفيات الخاصه المصحات الخاصه باش يقوموا بالعمل الثاني نتاعهم. احنا نراو اللي هذايا يقلص من امكانيه التمرس نتاع الاطباء الشبان اللي هما المفروض يعديوا وقت اكثر مع اطباء الاختصاص وياخذوا منهم الخبره اكثر، يعني المفروض يكون المده الزمنيه اللي يقضيوها مع الاطباء هذوما تكون اكبر، وبذلك باش نرفعوا احنا في مستوى الاطباء الشبان. حاجه اخرى ممكن من الاهميه بمكان نراها اللي الاطباء الاختصاص والرؤساء الاقسام هذوما اللي ينشطوا في المستشفيات وفي المصحات باش تكون عندهم ازدواجيه العمل يعني في الداخل وفي الخارج. الازدواجيه العمل هذه باش تؤدي اوتوماتيكمون ازدواجيه المداخيل نتاعهم. احنا هنا نخافوا من امكانيه عدم التصريح الجدائي على كل المداخيل اللي يدخلها الطبيب، واحنا نعرفوا اللي ديما فما تهرب جدائي والدوله ديما عندها اشكاليه في كونها تراقب يعني ازدواجيه العمل هذه. صحيح هي لقات حل باش كون اطباء الاختصاص ما يخرجوش من المستشفيات العامه اللي هي في حاجه لهم، ولكن كذلك ثم باش يكون عندهم مداخيل اكبر اللي هي ممكن عاجزه عن كونها تراقبهم، يعني تراقب المداخيل اللي هي بالطبيعه ترجع للدوله بالمنفعه. نجمو نضيفو زاده لممارسه الاطباء الاختصاص في العيادات الخارجيه اللي يعملوها داخل المستشفيات، نلاحظوا ان تؤدي في بعض الاحيان الى تاخير مواعيد المؤجله المخصصه للمواطنين العاديين اللي يجيو للمستشفيات. احنا سمعنا في بعض الاحيان فما ناس تجي في التوقيت نتاع الزيارات اللي هما يخصوها لرواد المستشفيات، ولكن يلقى الطبيب قاعد عنده معناتها ماكريلي دوله معناتها مخصص له زوز يظهر لي خليجي باش كون ولا داء، وساعات يبدا الاطار كله مسخر للطبيب هذايا اللي قاعد يخدم. هي اللي كاين الحجه. شكرا لك. شكرا لاعطاء الكلمه، تحيه للجميع. اريد ان اقف في مداخلتي على الاعلامه عن نقطتين اثنين من الفريق الموالي. في البدايه ركز الفريق على مساله الوقت، هنا اعيد واذكر واؤكد على ان القانون الذي يسمح بممارسه الاطباء في المستشفيات العموميه بالاشعه التكميلي نظم الوقت وهو بحصتين مسائيتين. وهناك يعني نلاحظ في الممارسة اليومية أن هناك احترام بصفة عامة لهذا التوقيت، وإذا كان هناك ممارسات استثنائية أو عدم احترام الوقت فهذا سوء تطبيق للقانون وليس في المسألة تتعلق بسوء تطبيق للقانون، واعتبر أنها استثنائيات لا يمكن تعميمها. ثم مسألة استنزاف المرفق العمومي، هنا بعد أنا لست موافقة من ناحية أن أؤكد أنه يتم خصم نسبة 30% من المداخيل المتحصلة عليها في إطار النشاط التكميلي للطبيب
بعنوان عيادات خارجيه تبقى بعد 30% ترجع للمداخيل بالمستشفى، وهذا اسرار لموارد المستشفى. ثم تحدثتم عن استغلال الاطباء في النشاط التكميلي للمرافق العموميه. هنا فقط اريد ان اذكر ان استعمال المرافق العموميه في نطاق النشاط التكميلي يتم دفع معاديهم عليه، بعد يتم دفع تكلفه استعمال التجهيزات الطبيه في المستشفيات العموميه في نطاق النشاط التكميلي. هذا في وذلك وفقا للفصل 11 و12 من الامر عدد 1634 لسنه 95. ثم ايوه، هل هناك رقابه على التقديم على خطر الواقع غير ذلك؟ هذا مساله اخرى، هذا مساله اخرى، لكن انا اردت ان ارد على مساله استنزاف. اريد ان ذكرت بنقطتين هامتين، وهو المداخيل التي تخصم لفائده المستشفى، وفي هذا اخراق لميزانيه المستشفى العمومي. ثم هناك نقطه حول انه طرح سؤال لماذا الطبيب عند تخرجه بدايه مساره المهني يلتحق بالمستشفى العمومي. نعم، يلتحق بالمستشفى العمومي لانه في ذلك يعني في نظام الطب، لانه يكتسب خبره، يعني الطبيب يعني الاختصاص يكتسبه داخل المستشفى العمومي، داخل الاقسام العموميه. وهذا يدفعني الى الانتقال الى نقطه اخرى، وهي الحفاظ على كفاءاتنا الحفاظ على الكفاءات داخل المستشفى. يعني طبيب الذي قضى 5 سنوات او 6 سنوات في القسم ليتعلم الاختصاص، ثم يعني من الذكاء صاحب القرار هو الحفاظ عليه، الحفاظ على هذه الكفاءة. كيف ذلك؟ لان الحفاظ عليه من جهه هو كفء، ثم هو الذي قضى 6 سنوات سيقوم بتعليم الاطباء الجدد، وانتم طرحتم هذه النقطه. ثم ضروري يعني هذا التوجه في معناتها في السماح لاطباء الاختصاصي ممارسه نشاط تكميلي داخل المستشفيات العموميه هو الحفاظ على هذه الكفاءات، على مجموعه من المستويات والنقاط. لو اخذنا الدخل، يعني الطبيب الاختصاص بعد خبره وبعد خبرة في المجال، هناك العديد من المغريات من ناحية الدخل. يعني نحن نعلم أن الفرق شاسع بين الدخل الذي يأخذه يعني في مستشفى عمومي والدخل الذي يغري به صاحب مؤسسة صحية خاصة. ثم لا إضافة إلى الدخل ظروف العمل، يعني هناك رفاهة في المؤسسات الخاصة، يعني هذه كلها مغريات. يعني هناك رفاهة من حيث بيئة العمل، من حيث التكنولوجيات، ثم حتى من حيث المجال البحث العلمي والتقدم. يعني طبيب في مجال المساحات الخاصة في تقدم التكنولوجيات والوسائل المتوفرة ممكن لهم مع التقدم في أبحاثه العلمية وتقدم في خبرته في، يعني هذه كلها من شأنها أن تغري طب الاختصاص وطبيب الخبرة. في لذلك ضروري الحفاظ على كفاءاتنا. ثم انه في التنقل، يعني الطبيب من العيادة بين العمل العمومي في مساحات عموميه وبين العمل في مساحات خاصه، هناك خلق لديناميكيه نحن في حاجه اليها. ديناميكيه من حيث ماذا؟ ديناميكيه في الخبرات. يعني الطبيب الاختصاص الذي اكتسب خبره في مجال المساحه العموميه هو المساحه الخاصه هي محتاجه لخبرته، ثم طبيب المساحه العموميه هو في حاجه للمساحه الخاصه، لانه هناك في بعض المساحات الخاصه هناك تكنولوجيات وهناك ادوات وهناك اليات متوفره ليست متوفره في المساحات العموميه. يعني هناك تكامل، يعني نحن نثمن هذه الديناميكيه، نثمن هذه الديناميكية في مستوى البحث العلمي وفي مستوى الخدمة المقدمة، لأنه في نهاية الأمر من هو المستفيد؟ المستفيد هو الإنسان والغاية النبيلة، الغاية الطبية النبيلة. وشكرا. شكرا لفريق المعارضة، شكرا للموالاة، شكرا لزميلتي في فريق المعارضة.
كانت هذه المناظرة مهمة، حيث أن قمنا بتشخيص التجاوزات التي تصير وتحوم حول هذا النشاط التكميلي الخاص، وكانت فرصة باش نشخصوا مشاكل والعيوب اللي تحوم حوله. قد عادت في كلمات فريق الموالاة كلمات التجاوزات، كلمة عدم التصريح الجبائي، تأخير المواعيد، ديتورنمون تاع لي باسيون المرضى، يعني هذا الكل نجم نحوصلوه في كلمة الفساد. دونك الفساد اللي يحوم حول النشاط التكميلي الخاص يمكن هذه هي المشكلة، وليس النشاط التكميلي الخاص في حد ذاته، إنما كيفية التعامل معه وتفعيل آليات الرقابة عليه. وهذه هي النقطة من رأيي اللي يمكن ما نتركزوا عليها باش نكونوا أكثر تقدما في مسارنا. نعرفوا لكون الفساد ماهوش قدر على تونس، واللي نجموا بمواجهتنا ليه والدول اللي واجهته سورتو في نشاط التكميلي الخاص بذكر فرنسا وسويسرا، نجموا انهم يلقاو بالنشاط التكميلي الخاص اللي يحبوا عليه انه ياخذوا منه مزايا نحن عددناها ومازالوا مزايا اخرين وراها. نحن اذا كان ننظروا له من الناحيه هذه، فان النشاط التكميلي الخاص حسب ما تم قوله عندنا ثلاثه مستفيدين كبار، اللي هما المستشفى العمومي اولا بالحفاظ على كفاءات في داخله، بالحفاظ بتمكين هذه الكفاءات من كسب الخبرات داخل معناتها المصحات الخاصه من خلال التجهيزات معناتها من خلال الموارد اللوجستيه المتقدمه اللي توفرها، وكذلك تعليم معناتها يضمن ان تعليم الاطباء الجدد باش يكون في المستوى اللي عاهدناه ويكون ديما في مستوى المنافسه العالميه. المستفيد الثاني هو المصحات الخاصه، وتوجهنا لهنا يرمي الى توطيد الشراكه بين القطاعين العمومي والخاص في اطار التكامل وليس في اطار المنافسه. وشفنا كيبداو في مصحاتنا الخاصه زاده فما كفاءات عاليه ومعناتها وسيتها يكون عالمي في الساحه العالميه العلميه العالميه. شفنا لهذا سيخدم القطاع السياحة وقطاع التشغيل والسياحة الطبية تمثل لهنا رافدة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، نشوفها بعدها الرؤية هكايا. دونك إذا كان باش نقولوا المنع، بما نقولوا المنع في حالنا هذه لازمنا نقترحوا البديل، والبديل يمكن تونس في وضعنا الراهن هذه يمكن تعجز على أنه تقدموا البديل، هو تعزيز المكاسب الكسب أو الدخل بالنسبة لكفاءاتنا هذه، هي حاجة شرعية، تعزيز الظروف الخدمة، خدمة الخدمة الطبية باش تكون في مستوى الأداء العالمي ومستوى الحينونة العالمية. دونك هذا زاد الإرادة السياسية يمكن غايبة توا في الأولويات الموجودة في الدولة، ماهيش يمكن توا تغيب عليها نشاط التكميل الخاص، واللوبيات اللي راكبة على الأمر هذايا يمكن هذا الكل يخليه أن البديل يمكن ماهوش مطروح توا، ولكون نشاط التكميل الخاص نحن رانا نعالجوه كأمر هو في حد ذاته. أما اللي حكينا عليه لهنا وانتم تفضلتوا وشخصتوه، هما إذا ما تم معناتها تطبيق هذا الأمر على غرار ما الشروط والكلفيات المعينة في الترتيب الجاري لهذا العمل، معناتها إذا كان صارت هذه التجاوزات راهي في ناتجة على الفساد. دونك التوا المهم هو إحداث منظومة رقابة ناجعة تعنى بتسيير هذه الأمور، وهو يمكن فعله. قمنا بالتشخيص نحن هاو ديجا شوية قمنا بالتشخيص، نجم نشخصوا أكثر العيوب اللي تحوم حول المشكلة هذه ونخليه على خاطر هي حل وليست مشكل. وحتى التخوفات تقول كون النشاط التكميلي الخاص سيسمح بتغول الخاص على العمومي، لا، إذا كان عاود ننظروا في فلسفته الأولى وصفة وضعه الأولى هذا النشاط التكميلي الخاص، فهو سيحد من تغول الخاص على العمومي. وشكرا. فقط يعني حبيت نذكر يعني بالحجه اللي قدمتها زميلتنا اللي تقول اللي لابد من السماح للاطباء والقطاع العام باش يخدموا في المساحات الخاصه، باعتبار المساحات هذه تشتمل على تجهيزات طبيه متطوره، وهذا في اعتقادي بعيد نوعا ما عن الصحه، باعتبار توا عندنا العديد من الجهات الداخليه فيها آلات طبية وتجهيزات طبية متطورة قد لا توجد في المستشفيات في المساحات الخاصة. اليوم نعرف اللي فما مرضى أمراض معينة يهزوهم للمساحات الخاصة، وبعد يعملوا تليفون يقولوا بربي إيجا هزوا رجعوا للمرضى نتاعكم هزوهم للمستشفيات العمومية، باعتبار ما عندناش الكفاءات اللازمة وباعتبار ما عندناش التجهيزات الملائمة النوعية هذه نتاع المرضى. وهذا مهم. اثنين، نحب ناكد وقت زميلتنا تحكي على التفاوت في الاجور وكذا بين الاطباء، اليوم شيء يبكي، حال التونسي يبكي اليوم في تطاوين وفي قبلي
وفي جندوبه وفي قبلات وفي العديد من الاماكن. اليوم فما الالات الطبيه موجوده، فما مواطنين يعانيو، لكن ما فماش اطباء اختصاص. فما جهات اليوم ما ينجموش المراه تولد في الثنيه والا الطفل الصغير يموت على خاطر ما فماش طبيب اختصاص، وعلى خاطر الطبيب اختار باش يمشي يخدم في القطاع الخاص. لابد لنا باش نخمموا في صحه المواطن وفي حياه المواطن اللي هي في اعتقادنا راس المال الاساسي اللي نخدموا عليه الكل كحكومه وكمعارضه. احنا شنو اللي قلقنا اليوم؟ اللي قلقنا هو من المؤيدات اللي قدموهم اللي السير بالقطاع الخاص نحو السير بالقطاع العام نحو الخمسه، يعني في كل مره نقولوا هاو الاطباء خلي يمشي يخدموا في القطاع الخاص. اليوم هذا خطر جدا، فما مسائل وفما ثوابت وطنيه اجتماعيه ما فيهاش كلام. هذه هي قطاع الصحه وقطاع التعليم، هذه خط احمر لا تنازل عنها. هذه لابد باش تكون في متناول المواطنين الكل، تكون على ذمه المواطنين الكل ومجاليتهم، وتكون قريبه من المواطن. اللي يخوفنا اكثر اللي فما لوبيات نتاع رؤوس الاموال. اليوم اللي عندها رؤوس الاموال اللي عندها فلوس تبني مساحات خاصه ونشوفوا فيها منتشره كلفه قطيع بطبيعه الحال، يخموا في الاثراء الخاص على حساب الوضع الصحي للمواطن. اللي قلقنا اليوم هو كما اكدت بكري باش تكون فما فوارق. اللي يتمتع بجوده الخدمات الصحيه هو اللي عنده فلوس، واللي ما عندوش فلوس يقعد سنه بست شهور ثمان شهور وربما يتوفى قبل حتى ما يوصل الموعد نتاعو. انا في اعتقادي الموضوع اللي حكيت عليه زميلتي هو التفاوت بين في الاجور وكذا. احنا نقولوا كفريق مؤيد نقولوا صحيح اللي 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 ربما فما هالتفاوت في الاجور بين القطاع الخاص وبين القطاع الخاص، لا القطاع العام والقطاع الخاص، لكن اكد على المهمه النبيله للقطاع الطبي والطبيب. هذا اولا. اثنين، اللي هذا المعادله لابد باش تحطوا في في, في 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 اعتبارها، واحنا كفريق مؤيد قاعدين نشتغل عليه عوض باش نشجعوا الاطباء باش يخرجوا من القطاع العام ويمشوا يخدموا في المساحات الخاصه. نقولوا لا، اليوم لابد من اصلاح المنظومه الصحيه، واحنا قاعدين نخدموا عليها كفريق مؤيد باش نقضيوا على المساله هذه، وقاعدين كفريق حكومي باش نؤيدوا الكلام اللي قلته التفاوت. قاعدين نحسنوا في اجور الاطباء، لانه الطبيب وقت تحسن له الظروف الاجتماعيه نتاعو، وقت تحسن له ظروف العمل في المستشفيات، وقت اللي توفر له الظروف الملائمه الكل اللي يلقاها زميله في القطاع اللي يلقاها في القطاع الخاص، اكيد باش يعطي باش يعطي باش يعطي الفلوس. اليوم وقت الاطباء والطبيب يقعد في القطاع العام، نحافظوا على ثرواته، نحافظوا على كفاءاته، نحافظوا على الادمغه اللي صرفت عليها المجموعه الوطنيه اليوم بطبيعه الحال في مقابل هو تدعيم مرتباتها واجورها وظروف العمل نتاعها. القطاع العام اليوم في حاجه الى كل ابنائه. القطاع العام لابد الاطباء لابد باش يكون قطاع شعبي متوفر لكل المواطنين، متوفر لكل الفئات. واحنا خطر وقت اليوم يمشي للقطاع الخاص وانا يتخصص، هذا خطر احمر. احنا نشوفوا تجربه في التعليم اليوم فما فوارق. العائلات اللي عندها فلوس تقري في 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 في, في صغارها، والبقيه يقعدوا يعني مشتتين وكذا. هذا اللي حبيت نقدم به، وشكرا جزيلا.